رامي جودة تستحق الثقة. هذا البرنامج برعاية رامي. إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية وأول صانع لتلفزيون يلتخى HD في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات. السلام عليكم. الكابيتانو فرانشيسكو توتي اللاعب الايطالي، هي كيفاش فاق له باب بلي موهبه في الفوت كي راحوا خطره فاكونس في الصيف. ديزي كيبا كانوا يلعبوا في الكومبينغ، باباه حب يدخلوا يلعب معاهم، ما حبوش يدخلوا على خطر كان صغير من بعد دخلوه ماركا دو بيت، ثم بانت العفسه. نحكيكم حاجه، انه كان يروح يشوف لا روما وكان سيبورتر فيدل مع اخوه وفاميلته، وعلاج دو 13 عام كان رايح لاتسيو، دارهم محبوش وضموه لا روما ورفضوا الميلون اللي ثاني كانوا يحوسوا عليه. بور سا لي سيبورتير تاع روما يموتوا على لا فامي تاع توتي اللي بسببهم راهو في روما دركا. الكابيتانو لعب غير في روما اللي دا معاهم سكوديتو، سوبر كوب، لا كوب ديتالي، ودا جائزه الحذاء الذهبي كافضل هداف في 2007، ولعب توتي دو كوب دي موند 2002 2006 وختمها شباب بزاف كي دا كوب دي موند 2006 مع ليكيب ناسيونال تاع طاليان. ولو بوت لي ما ننساوهش في تاريخ توتي لا بانينكا اللي دارها في الدومي فينال كونتر ان غران غارديان اللي هو فوندرسا، وتصنف من عند بولي بارمي 125 ميور جوور في ليستوار دو فوت، الكابيتانو فرانشيسكو توتي. كاس القارات 2013 تنظمت في البرازيل، بصح قبل ما نبدا نقول لكم كيفاش السيستم. يلعبوا ثم منتخبات، 6 ابطال تاع كل قاره، و 7 ايكيب اللي دات كوب دي موند تسمى اسبانيا، 8 ايكيب البلد المنظم تسمى البرازيل. وفي هذا التورنوا بور لا دوزيام فوا سمحت الفيفا لشركه جول كنترول باش تستعمل تقنيه خط المرمى، محسوب يعرفوا البالون لا جاز الخط ولا ما جاش. في هذه البطولة اسبانيا كانت مترشحة باش تديها، وطاحت في جروب مع الأوروغواي، الأوروغواي اللي لحقت للدومي فينال ولعبت مع البرازيل وحبست هنا لخاطر البرازيل بحد زوج بوحده، ماركا فريد وباولينيو، والأوروغواي ماركا كافاني، وخرجت الأوروغواي من السباق ولحقوا للدومي فينال الزوج طاليان اسبانيا. راحوا لي تيرو بوت، اسبانيا ماركت 7 بوت والطاليان 6، رطاها الطاليان ليوناردو بونوتشي. لا فينال اسبانيا مع البرازيل، اسبانيا دخلت غران كومبلي ولي برازيليان ثاني، وصرات السينما، لي برازيليان ضربوا اسبانيا 3-0 وكملوا الماتش على البكري، فريد ماركا 2 بوت ونيمار وحده، وداتها البرازيل بور لا 4ème فوا. ميور بوتور في هذا التورنوا سي ما بين البرازيليان فريد والاسباني فرناندو توريس في زوج ماركاو 5 بوت. مير جوار داها نيمار دا سيلفا. هذا الماتش في الكاتريام ديفيزيون في الشامبيونة تاع البرازيل، صح لي دو زيكيب راهم وحده بوحده، شوفوا واش راح يصرا. جبد الديفونسور الاولى وزاد الزوجه، حبس هذا ماشي ديفونسور، ياه هذا سوانيور دخل وجبد وحده من لالي. مام جراو موراه وما حكموش، والمشكل انه لاربيتر ما حسبهاش. اطول وقت بدل ضائع كيما نقولو حنايا طومور في ليستوار تاع لا كوب دي موند، سيتي ماتش ارجنتين طاليان دومي فينال 1990، كي زاد لاربيت فرونسي ميشيل فاتروت 8 مينوت بريمير ميطون من البارتية، وكي سقساوه علاه قالهم ما نسيت روحي. النتيجة الثقيلة سكور لور في تصفية كوب دي موند كانت في 2001، الاسترالي اللي ربحت سام الامريكية 31 بيت بزيرو، سما هادو ما كانوا يلعبوا بلا غارديان اوفيسيال. فرانشيسكو توتي كي ماركي متسناش قاوش راح يدير،
سيرتو لي رياكسيون تاعو مون لي ماركي الماتش لازيو روما. الماتش يتلعب ماركا توتي، فرحان راح يجري لي سيبورتر ودار للشعب صوره. مريض توتي يدي روح تسواله. أكبر انتصار للفريق الوطني الجزائري كان في كأس فلسطين، هذه صارت في 73 اللي لعبنا مع اليمن الديمقراطية وربحناهم 15-1، هبناهم بالبيوت. ربح ماجر هو أول جزائري عربي إفريقي يدي كأس رابطة أبطال أوروبا بالاسم الجديد كأس أوروبا الأندية البطالة بالقديم، وكانت موسم 87 مع بورتو البرتغالي، والبيت بلا طالوناد كونتر البايرن ميونخ. فريق شبيبة القبائل لاجياسكا، الفريق الوحيد اللي كيطلع من الدوزيام ديفيزيون في 69 البريمير ديفيزيون ما زادوش طاحوا للآن. جياسكا نيفو عالي، وحنا دايما مشرفتنا وتجيب لنا لي تيتر من برا. تحية خاصة لأنصار شبيبة القبائل. إيغيسات الرائد الجزائري في التكنولوجيات الإلكترونية والكهرومنزلية وأول صانع لتلفزيوني ألترا اتش دي في الجزائر. هذا البرنامج برعاية إيغيسات. رامي، جودة تستحق الثقة. هذا البرنامج برعاية رامي.